أنا ببارك لها لنورة بهالباكورة هاي، وبتمنى لاقي أعمال جادة مثل هالأعمال اللي شفناها هلا. صحيح أنا دوري يعني أخذت مشهد بالماسة المفقودة، ولكن القصة والكاتبة اللي هي نورة يعني بتعطي أمل لقدام إنه في شغل نظيف، يعني في قصة من وراها فكرة، في إخراج من قبل الأستاذ وليد نصيف رائع جدا، في ممثلين ما بدي أحكي عن حالي بس اللي موجودين معنا الباقيين، ممثلين جديين وجادين. للأسف الفن بهالأيام تحول لتجارة، مين ما طلع عمل دعاية بيصير نجم باب أول وباب تاني وعلى كل الشاشات. هذه التجربة رائعة، وبتمنى لها لنورة أنه عن جد يكون عندها أعمال تانية، وأنا قلت لها شخصيا أنا معك لآخر الطريق، بشجعك بالتصوير وبأي شيء بتريدي، حتى على صعيد لوكيشنات بطرابلس. أنا ابن طرابلس وبفتخر، رغم أنه عتبنا كتير كبير على المؤسسات الإعلامية والإنتاجية اللي عم تهمش طرابلس. نقلة نوعية لنورة ببداية حياتها، يعني الإنسان بيبتدي حياته بشيء نوعا ما بسيط، هي لا، فعلا مثل ما قال الأستاذ عمر مئاتي، الكتاب تبعه اللي عملته اللي هو صور فيه كتير قصته حلوة. بالنسبة للتصوير الثاني تبع الماسة المفقودة، إذا عمل فيلم سينما بعتقد أنا بالإمكانيات اللي عنده الأستاذ وليد نصيف والإنتاج اللي عنده يا نورة ومن وراءه، هيطلع عمل جيد جدا، ونتأمل نحن نشوف أعمال نظيفة. حاج بقى كل شيء مبتذل على الشاشة عم يطلع، عم تشوفي بالسنة في كم هائل من الأفلام السينمائية 2-3-4، بس في أشياء ومناظر ومشاهد مبتذلة. ما هيدي هي أخلاق الشعب اللبناني، ما هيدا هو الفن. فنورة أنا بشد على إيدها، وبتمنى يعني نلتقى بأعمال تانية، وإلى الأمام إن شاء الله. شكرا لكم.